السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. اليوم عاشر يوم من رمضان، سوف أخبركم عن الأخلاق التي يتحلى بها كل مسلم، وهي الشكر، وأعرفكم على معنى الشكر وفوائده وثماره. الشكر هو المجازات على الإحسان والثناء الجميل على من يقدم الخير والإحسان. شكرا ليس فقط اعتراف بالمعروف المقدم من الله والذي يمكن أن يكون الوسيلة فيه، هو عبد من عباده، فيقوم الشخص بتقديم له عبارات الشكر وامتنان كنوع من التقدير. وإنما الشكر له فوائد للمؤمن من عند ربه حينما يعترف بنعمه عليه فيزوده بها، ومن هذه الفوائد الشاكر يكتب عند الله من المؤمنين، لأن من صفات العبد المؤمن هي شكر الله على كل شيء. عندما يشكر العبد الله يكافئه في الدنيا والآخرة، ومن كرم الله على من يشكره بزيادة النعمة وحفظها من الزوال. ومن ثمار الشكر على المسلم، الشكر نصف الإيمان. الشكر اعتراف من المؤمن بالنعم عليه وبالنعمة الممنوحة له. الشكر يكون من أحد أسباب دوام النعمة وكذلك زيادتها في بعض الأحيان. لا يجوز للمؤمن أن يشكر ربه بلسانه فقط، ولكن بالجوارح كذلك. يكسب العبد رضا الله سبحانه وتعالى من خلال الشكر. العبد الشكور يكون راضي عن حاله، يحب أن ينعم الله على الآخرين بالخير ولا يشعر بالغيرة أو الحسد. لذلك يجب دائما أن نشكر الله على النعم التي رزقنا إياها والتي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله. انتظروني في مفاجآت قادمة مع مندوس الرسائل. نلقاكم على خير أحبتي.